شو الكذبة اللي كانوا دائما أهلك يكذبوها عليك وانت صغيرة؟ إنه لقيناك بزبالة، وأنا كمان كنت عم أبكي كمان لما يحكوا لي هاي الكذبة، وبتاعت إنه شهاداتهم كانوا بالتسعينات وشو. إحنا نصدق إنهم كانوا يظلهم يقولوا لي إنهم لقوني بوكسي باب البيت، وإنه هيك على أصير أهرب أدخل على الغرفة بس كفي. كمان كذبة بس خلاص بيش. وإنهم كانوا لما مثلا يطلعوا مشوار يقولوا لي ادخل البس بدلة، ويقعدوا يقولوا لازم كرافتها أو بافيوني، ونقعد نلبس ساعة وهم يكونوا طالعين وإحنا نظل في البيت. يجي يطلعون وما يطلعون، هي الكذبة كانت دايما. بس في كمان كذبة؟ لا هي الوحيدة يعني، يوعدونا وما يطلعون. حتى أختي كانت تقول لي إنه أنت كنتي ولد مش بنت وحولوك بنت. والله كانت تقول لي قال أنت مثل ريمي، إذا هذا الفيلم ريمي الأطفال، إنه كيف كانت هي ولد بعدين صارت بنت. كانت ظلها تقول لي إنه أنت كنتي ولد وبدلوك بالمستشفى، إنه أنت مش أختي. أنا هو كثير خواتي كانوا يعجبوا علي بأشياء كثير. شو الكذبة اللي كانوا دائما أهلك يكذبوها عليك وانت صغير؟ هي في كذبات كثير حقيقة، بس أنا كانوا لما بيقولوا لي لما بتنجح وتجيب علامات ماشي أشتري لك موبايل، ما بيشتروا لي موبايل، فبالأخير فصرت بالنهاية لما بيحكوا لي هيك أعرف إنه ما راح يدخلوا. ماشي. طب في كذبات ثانية؟ كثير. لا ما بدي أفضح أهلي. كانوا يحكي لنا إنه نعملكم عيد ميلاد، بس ما كانوا يعملون عيد ميلاد بس، وهدايا وهيك بس ما كانوا يعني. كنت تزعلي؟ شو الكذبة اللي كانوا دائما أهلك يكذبوها عليك وانت صغيرة؟ إنه كانوا يحكوا لي إنه لما تكبر رح نجيب لك تليفون يعني خامس سادس مثل هيك، فلما كبرت صرت بصف هذا ما جابوا لي، بس عرفت إنه يعني كانوا خايفين علي إنه من إنه بهذا العمر ما بيصير الوحدة تمسك تليفون. عادي إنه زي مثلا زماني متبدري أو إذا رحت مكان أو مش عارف شو بنجيب لك الجني، من هذا الحكي بنجيب لك مش عارف مين أبو إجر مسلوخة هيك إشي. وأرض برضه أنا برضه كنت أكذب يعني عادي. زي مثلا أزعل أروح رامي حالي على الأرض ومعيط بنص الصالة وعامل حالي ميت مطلع لساني، وقعد نص ساعة مطلع لساني، آخر إشي بيجوا بيحكوا لي طب يلا قوم بدنا نكنس. عادي تعال أخذك مشوار. شو كان يصير بعدين؟ بعدين كنت أطلع مشوار وأنا نايم. كون مثلا أبوي بالشغل أو شرطي بيكون بيقول لي إنه أنا وراكي، إنه هو مثلاً إنه بده يخفف لي عالي، فإنه إنه أنا وراكي. شايف إيش بتعملي؟ إيش عم تعملي أنت هلأ؟ شو الكذبة اللي دائماً أهلك بكذبوها عليه؟ مثلاً ما بدهم إياني أطلع ألعب بالثلج، بيخلوني أقعد بالدار وبيعدوني وبيكذبوا علي إنه أطلع إنه بعد بكرة نطلع على الملاهي وما بطلعوني. كانوا يحكوا لي ما تغلبش بلاش نحط غرفة فيران. وكل صحنا كله عشان تيجي الحمامة تجيب لك إشي زاكي. أنا لما كانوا يجي يطلعوا يعني أصير أبكي بدي أطلع معهم، أحكي لهم وين رايحين، يحكوا لي بدنا نروح على الجامعة نصلي، أو يصير يحكوا لنا بدنا نروح نشتري لك إشي زاكي ونيجي. شو الكذبة اللي كانوا دائما أهلك يكذبوها عليك وأنت صغيرة؟ كانوا يعدون دائما يشترونا موبايلات وإحنا صغار ما كانوا يشترونا. شو قصة الموبايلات مع الأهل؟ أنا عارفة هاي لهونا. إنه إحنا أبداً أولاد مش شاطرين في المدرسة، هم اللي كان معدلاتهم بالتسعين وفوق، وإنه كانوا كتير محترمين مع أهلهم وما بيغلطوا، كانوا يعني البرفكت كيدز بالنسبة لأهلهم كتير إنه مثاليين، أما إحنا اللي طالعين الجيل اللي السلامي عليها إنه ذاتس إت بس، إنه أو إنه إحنا جايبينك من الشارع وإنتي مش بنتنا عشان إنتي من الصومال ومن الفقراء. الواحد يتعايش مع الموضوع خلص. شو الكذبة اللي أهلك بيكذبوها عليك دائماً؟ إنه لما أجي أنام بصيروا يحكوا لي إذا ما بتنام بيجي أبو رجل مسلوخة بيجي ياخذك. لما أرسم رسمة مش حلوة أمي بتحكي لي حلوة فروح كمل.